مكسر رجلين القدمين عند الصلاة هل يجوز أم لا؟ شوفي هنا على قولين، أهل العلم رحمه الله قال كشف القدم هذا أسفل القدم، أعطوني الكرين، في عندنا كرين كشف القدم عندنا خصوصا الحريم، يوم تشترون لباس الصلاة، يوم تشترون لباس الصلاة حاولوا تشتروه طويل، يكون طويل بهذا الشكل، علمتم؟ طويل. أيوة. بحيث لو سجدت مثلا، أنا سجدت الآن يخفي هذا القدم هنا، يخفيه، علمتي؟ هكذا هذا مذهب الشافعي رحمه الله، يخفي القدم هنا. حيث... يا دكتور لو سمح. زين ليه؟ خلنا أكمل، لأن بعض الأئمة قالوا ظهور القدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، قال ما قال القدم، فلهذا قالوا تبطل الصلاة بعضهم كالشافعية وغيرهم ومن المتأخرين، علمتي؟ فلهذا احتياط من باب الأحوط للدين، الأحوط للدين إنه الواحد يوم تشتري ملابس لباس صلاة تطول اللباس حيث لما تسجد ما يبين القدم، علمتي؟ لا القدم من وراء يكون مغطى بس من قدام يكون مكشوف. إيه يكون طويل اختي، يكون طويل، يكون يانس الصلاة يسمى، يكون طويل بحيث يغطي، علمتي؟ طيب إن شاء الله. بدي أحكي لك آية، إن الدين عند الله الإسلام. إيه. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولن حتى تتبع ملتهم. إيه. لو سمحت يعني هذول الآيتين ممكن تبدأ توضح لنا إياهم في أي حلقة إن شاء الله، يعني تخص الموضوع اللي أنت اليوم بتقول تبع الإعلام. الله يجزاك. طول لي بعمرك، مرحبا أهلا وسهلا معي.